إيقاعات الجيتار، إزاي أقدر أعزف إيقاع أو رتم على الجيتار؟ قبل ما نتعلم أي حاجة في الموضوع ده لازم تعرف إن الدرامز بيبقى له حاجتين أساسيين بيكونوا البيت أو الإيقاع، حاجة اسمها دوم أو كيك وحاجة اسمها تك أو سنير. الكيك دي بتبقى الدواسة الكبيرة دي اللي بتبقى تحت وبيدوس عليها برجله فبتعمل دوم دوم دوم، والسنير أو التك ستيكس ماسكها وبيضرب على حاجة مدورة كده وبيعملها تك. الدم والتك هنحتاجهم هنا، فهنعمل الدم بالصباع ده والتك بالصباع ده، او احيانا بنحتاج الصباع ده كمان يساعد مع ده. طب ازاي بنعملها على الجيتار؟ بنعمل الدم بالصباع ده على اول 3 اوتار من فوق كده، والتك بالصباع ده على اخر 3 اوتار من تحت، ولو عملنا دم تك دم تك هيطلع كده. ولو انا بعزف معاك كوردات هيبقى الموضوع واضح جدا. وتقدر تعزف اي ايقاع بدل ما انت عارف فين الدم والتك. طبعا في حاجات بتزيد في النص زي الكات، طبعا في ارسام زي الرومبا مثلا، وفي طرق كتير زي الفلامينكو فيها الايقاعات بتختلف وبيبقى فيها حاجات كتير كده بتتعزف وطوافر طويله وموضوع كبير. بس مبدئيا انت هتحتاج الدم والتك، بعدها تخش على الكت، بعدها تفهم بريك وسط الارتام وازاي تعمله عشان تقدر تعزف بشكل كويس. لو عايز تعرف اكتر عن الحاجات دي خد كورس اونلاين هتلاقيني بشرح لك ده فيس تو فيس مع بعض، ولو عندك اي سؤال ابعت لي على الخاص.